مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يعطي إشارة الاستماع أمامه إلى إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف الطيوني. التفاصيل مباشرة مع زميلة جوزيفين ديب. مساء الخير جوزيفين. مساء الخير سمر. تفضلي جوزيفين، يعني ما هي المعلومات المتوافرة حول عملية أو إعطاء إشارة الاستماع لدكتور سمير جعجع، وهذه الإشارة هي ملزمة غير ملزمة؟ ما الذي تقتضيه هذه الإشارة؟ نعم سمر، بالفعل كما قلت أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أعطى إشارة بالاستماع إلى إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على خلفية اعترافات أدلى بها موقوفون في هذا الملف، في ملف طبعا أحداث الطيوني. الاستماع إلى الإفادة على أن يكون الاستماع في المحكمة العسكرية. في معلومات، أولا معرب حتى الساعة أعلنت أنها لم تتبلغ بهذا القرار في معلومات الجديد، ولكن أيضا مصادر مقربة قالت بأنه الدكتور جعجع سيكون له رد اليوم مساء في الإطلالة التلفزيونية التي سيقوم بها. النقاشات التي أدت إلى صدور هذا القرار بالاستماع إلى الرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفق معلومات الجديد أنها كانت متقدمة جدا، وأنه في النقاشات التي أوصلت إلى هذا القرار كان في كلام عن استدعاء مسؤولين آخرين وقيادات أخرى قد تكون بأهمية الدكتور جعجع بالسياسة، وبالتالي النقاشات التي أدت إلى هذا القرار كانت متقدمة جدا. دعينا نكتفي بس بهذا القدر من المعلومات حول هذا الموضوع. أما شو بيلزم قضائيا الدكتور جعجع بهذا الاستدعاء، هو ليس مشتبها به، ليس مدعوا إلى التحقيق، بل هو فقط للاستماع إلى إفادته. يستطيع الدكتور جعجع أن يتخلف عن الحضور طالما لم يصدر تدبير قضائي يلزمه بذلك. لا يعني ذلك أن المثول أمام القاضي ليس واجبا بطبيعة الحال، ولكن التخلف في هذه الحالة لا يؤدي حكما إلى تبعات قانونية ما لم يصدر القاضي المختص تدبيرا يلزمه، أي يلزم الدكتور جعجع بذلك. وبالتالي حتى الساعة يستطيع رئيس حزب القوات اللبنانية أن يقدم عذرا لعدم الحضور، وإذا رأى القاضي العذر مقبول به ومقنع تسقط بحكم العذر هذا الاستماع لإفادة الدكتور جعجع. دعينا ننتظر كيف رح تكون أولا رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم، وكيف ستتبلور هذه القضية لاحقا، ما إذا كان القاضي عقيقي سيكتفي باستدعاء الدكتور جعجع للاستماع إلى إفادته، أم أنه فعلا هذه النقاشات التي حصلت ستكون متقدمة وسيتم استدعاء أشخاص آخرين ومسؤولين آخرين وقيادات أخرى للاستماع أيضا إلى إفاداتهم. سمر، شكرا لك جوزيفين ديب.